السلام عليكم، كدير الحبايب ديالي؟ كدير الغزالات؟ كاش تعاودوا؟ مهم غنقول لكم جمعة مباركة، و الله باش ما تمنيتو بالحياة والبنون وزينة الحياة، وتكون شي حوايج زوينين في الحياة إن شاء الله، واللي دخل علينا شهر رمضان بالخير والبركة، والله يجعلنا على خير وبخير، والله يحيد علينا هاد الوباء اللي كاين، والله يهدي هاد الناس اللي دايرين الحرب، الله يجعلهم يتفقوا ويرجعوا كي كانوا ويرجعوا الناس كي كانوا. اليوم الحبيب ديالي غنقول لكم، المهم غنحط شي فيديوهات، ولكن اللي تبع هاد الفيديو ما يحيد حتى يكملوا من الاول حتى الاخير. من المغرب، هاد الفيلم ديال المغرب وبلادنا هي بلادنا. كنقول لكم الحبايب ديالي تبعوا الفيلم، وكل شيء البصمه. انا كنتسناكم ومعوله عليكم وكنبغيكم وكنحماق عليكم. المهم تبعوا هذا الفيديو من الاول حتى الاخير، من الاول حتى الاخير، والبصمه البصمه اخوتي البصمه. وكنشكركم الاخوان. هذه الطريق الرابطه ما بين ورزازات ومراكش، هذه ما يسمى بتيشكا، مناظر ما شاء الله خلابة وأجواء رائعة، وكاين الغيوم ديال الثلوج. بلادنا الحمد لله كتزخر بهذه الأمور والطبيعة والجبال. هذا هما الجبال ديال ما بين ورزازات ومراكش. هنا كاين مناظر جميله جدا، المغرب ديالنا كاين فيه ما يتشاف الحمد لله، وبلاي سبحان الله كترتاح فيهم النفس، وبلادنا فيها ما يتشاف الحمد لله. هذا هو اللي كاين، خاصها الانسان يخرج ويدور ويشوف. هذه هي بلادنا الحمد لله، هاد الثلج ها هو كاين، هذو الاشجار ديال الارغان. سبحان الله تعالى، كون الله عز وجل كبير، وكون الله سبحانه وتعالى فيه العبر. انتم الاخوان، البلاد ديالنا اللي جابتوا الفرصه وبغى يزور مدينه ورزازات وكيدوز على طريق تيشكا. هذه هي تيشكا. الفيديو واخا قليل، المهم عنده معاني كثيرة. نتمنى يعجب أستاذة حسنية والمتابعين ديالها. هذا الفيديو خاص للأستاذة حسنية والمتابعين ديالها اللي عندها في القناة ديالها في اليوتيوب. المناظر خلابة ما شاء الله، الجبال، الطريق الرابطة ما بين ورزازات ومراكش. سبحان الله، مناظر خلابة جدا، والجو بارد. اللي كيقول لك المغرب ديالنا راه ما فيه ما يتشاف، المغرب ديالنا الحمد لله فيه السياح والبلاد زينة. سبحان الله، هذا المكان هذا كترتاح له النفس وكتحيد فيه جميع الضغوطات ديال الحياه. واكيد الانسان ملي كيشوف هذه المناظر هذه النفسيه ديالو كترتاح. سبحان الله، الطاجين المغربي، طريق ورزازات مراكش.
اه